اهلا اخي ابراهيم. اهلا تفضل 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 استريح. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. كيف الاحوال؟ الحمد لله. ابراهيم. نعم. كيف الشغل؟ ابراهيم موظف اداري بالجامعه. باي جامعه؟ جامعه الازهر. جامعه الازهر. طمني عنك، الشغل ماشي؟ تمام الحمد لله. العائله بخير؟ حلو. كلكم بخير؟ الحمد لله. راضي عن الاحوال في مصر؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، المهم انك تكون راضي. الحمد لله. طيب مش هنحكي بالسياسه ابراهيم. ماشي. ابراهيم اجى لسبب، لانه ابراهيم في خلاف بينه وبين بنته، وفي فراق صار عمره تقريبا شي سنه. راح بحكي لكم الحكايه، وهي انه عنده بنت اسمها ناهد، كان عمرها 24 سنه، تقدم لنا شخص عمره 57 سنه، هي عمرها 24 سنه، الشخص اللي تقدم لها عمره 57 سنه. انت عمرك كم ابراهيم؟ 53. اكبر منك؟ ايوه اكبر منه لابراهيم. هلا عمره 53، من سنتين كان عمره 52، كان هذاك عمره 57. المهم انه طبعا ناهد بنت عروسه ولطيفه وحلوه وجميله، مش عارفه، مش عايزه تتجوز، رفضت، عاندت ابوها، ابوها يعني ضل يحاول معاها الى ان تقريبا مش حقول غصبها، بس يعني اقنعها انه تتزوج الرجل الستيني، 57 يعني هلا صار عمره 60. تزوجت ناهد، ولكن ما مضي عليهم 7 ايام حتى طلقها. ايوه مزبوط مزبوط. ليش طلقها؟ ناهد هو كان مخيتها، اتجوزها كويس وخدها وراح اسكندريه قعد اسبوع. وبعد ما قعد اسبوع في اسكندريه جابها ولحد البيت وسابها وقام مشي من نهارها، واحنا مختلفين مع بنتي. نعم. كل ما يجي لها حد عشان تتجوز رفضاه. نعم. بقالي سنه. نعم. لا تحايل عليها، في ناس بيجي لها وهي ما بترضاش. شو عندك اولادك ابراهيم؟ انا عندي 2 اخواتها بنات متجوزين ومخلفين، 2، كل عيله جايبه واد وبنت. يعني مجموع 3 بنات؟ هم 4. 4 بنات. وفيه بنت اصغر منها في ثالثه اعدادي. نعم. وبيجي لها خطوبه حاليا. نعم. فطبعا مش هقدر اتجوز اللي في ثالثه اعدادي قبل دي. فانا زعلان منها لانها ما بتجي، ما مش راضيه بحد خالص. طب بتحكي معاها؟ بتحكي معاك هي؟ لا. ولا في قطيعه؟ ما بتكلمنيش، وانا بقى سايبها وقاعد في الجامعه، بروح عشان كل شهر كل 20 يوم اشوف العيال الثانيه وارجع. وهي ما بتشوفهاش؟ وهي ما بتكلمنيش. ما بتكلمها؟ لا. طب انت مش حاسس شوي بذنب؟ طبعا حاسس بذنب. طب مش حاسس انك ظلمتها للبنت؟ ظلمتها طبعا. بنت زي الزنبقه 24 سنه، زوجتها لواحد 57 سنه، ظلمتيش، ظلمها بعد 7 ايام. انا ظلمتها، وانا متكفل بالذنب بتاعها برضه. بس هي بالاراده بتاعتها برضه، يعني هي بالاراده بتاعتها، يعني هي اتجوزتها بالاراده بتاعتها برضه. طب كيف قبلت انت تزوجها لواحد عمره 57 سنه؟ اكبر منك. ماشي. هيقول لك يا عمي هو اكبر منك. انا قلت لها هو كبير في السن ما ينفعكيش، قالت هو ده اللي هتجوزه. هي قالت هتزوجه. مش انه انت غصبتها يعني؟ لا لا ما غصبتهاش. لا انت غصبتها. لا يا الا انا غصبتها. لا انا ما غصبتهاش بصراحه. انا العيله عندي بتتجوز بالاراده بتاعتها. انت ديمقراطي في البيت. نعم. ديمقراطي انت في البيت. يا كل عيله تتجوز بالاراده بتاعتها، تمشي مع، بتاخد اللي بتحبه. الله ينور عليك. صح كده يا سيدي. ليك مشكرك على المبادره انك جيت حتى تسترجع بنتك من خلال هالبرنامج، حساعدك. بس خلينا نشوف بالأول، لأنه وجهنا الدعوة إلى بنتك وناهد، ومشوف إذا كان وافقت إن تشرفنا على الاستوديو. إن شاء الله تكون وافقت. طلع بهالشاشة. جورج، النهارده رايحين المنوفيه، يعني تقريبا كده على بعد 2 ساعة من القاهره، عشان نسلم دعوه الحضور لناهد ابراهيم. اخترنا المنوفيه، عدينا على قناطر الخيريه. المكان هنا روعه بجد يا جورج.
جمال. انتي ناهد؟ ايوه. عندي 25 سنة صح؟ صح. معاكي دبلوم زراعة؟ ايوه. طيب دي دعوة؟ لحضور برنامج جورج كرداح. قبلت الدعوة؟ ان شاء الله. اهلا بناهد. اهلا اهلا ناهد، اتفضلي يا عيني. اهلا وسهلا، كيفك ناهد؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. خبريني شو عم تعملي؟ مش عم تشتغلي ها؟ لا دلوقتي ما بشتغلش. مش عم تشتغلي، شو درستي انت؟ دبلوم زراعه. عاملي زراعه؟ ممتاز. مش بس ما مارستي الشغل بعد؟ لا مارست كتير. شو تزوجتي؟ ايوه. هلا مزوجه؟ لا مطلقه. مطلقه. كيف علاقتك مع الاهل؟ اخواتك؟ لا اخواتي كويسين. حلوين الحمد لله. الماما عايشة؟ اكيد موجودة. وعلاقتك جيدة معها؟ كويسة الحمد لله. كويسة. والبابا؟ مش قوي يعني. مش قوي مع البابا ليه؟ ايه؟ ليه شو السبب؟ سبب مشاكل طبعا الجواز وكده. وعلاقته ايه بالزواج ابوكي؟ طبعا عايز يتجوز بنته بس في خلافات بس عشان لا اوي كده. عندك فكرة ليش استضفناكي بهالبرنامج؟ لا بصراحة أبدا. متزعلة مع حد؟ راضية مع حد؟ حد حابب يعبر لك عن عاطفته؟ عن يعني بتشكي بحد مثلا؟ لا لا أبدا لا. لذلك أنا بشكرك مرة تانية أنك قبلتي الدعوة وجيتي على الاستوديو، بس لأنه الدعوة من قبلي أنا. الله يخليك. إنما أنا مش صاحب الدعوة المباشر، أنا كنت وسيط، أنا بعثت لك الجواب عشان تجي، لأنه في شخص آخر هو دعاكي وطلب أنه يقابلك في الاستوديو. هذا الاستوديو اسمه المسامح كريم. المسامح كريم. طب مين طيب؟ مين؟ مين؟ بتعرفي مين؟ أكيد. هو جالس ورا الشاشة دي، طلعي بالشاشة فوق. بتعرفي الشاب ده؟ ده ابويا. والله؟ هو اللي قلتي مختلفة معاه مش عارف ومن الوضع مش كتير كويس معاه؟ شوي شوي. قديش قديش إلك تقريبا زعلانة منه ما بتحكي معه؟ يعني سنة؟ يعني مختلفي بعد الجواز على طول. خبريني عن قصة الزواج، أنا ما عجبتني هالحكاية هيدي، خبريني عنها. إنه وصلت لي الرواية إنه هو غصبك تتزوجي رجل عمره 57 سنة، أكبر منه على فكرة، أبوك عمره 53 سنة، هداك كان عمره 57 سنة. مظبوط هو جبرك؟ لا هو يعني قال لي هو وان شفته وافقت عليه طبعا بناء بقى على الكلام اللي بيتقال وطبعا البنت عايزه تتجوز وبيجي لها عرسان ومش موافقه. نعم نعم. فهو كان مناسب بالنسبه لابويا ان هو ده اللي مش هيخليكي محتاجه لحد. مرتاح ماديا؟ وعنده عمل وعنده شغل وعنده بس بعد كده بقى قعدت معاه فتره قليله. قال 7 أيام؟ وطلقك ليه؟ يعني بقى مشاكل خاصة أبوه، يعني خاصة أبوه هو. مشكلة فيه هو؟ طيب زعلتي من أبوك ليه؟ عشان مش عايزة أتجوز تاني بس. لا بس أنت زعلتي لأنه تزوجتي من الأولاني ده 57 سنة. وزعلتي لأنه صارت الحكاية هيك وطلقك بعد 7 أيام وجرحتي وحسيتي حالك انه يعني المفروض انه كده كفايه بقى. يعني انا شفت حياتي مره خلاص. مش عايزه اعيدها. انت عمرك الان 24 سنه، يعني تزوجتي كان عمرك 23؟ 22. 22 كان عمرك؟ طيب الوالد بعث لك رساله. اقرا لك اياها. بعث رساله؟ بقول لك البابا، ابنتي الحبيبة ناهد، حقعد جنبك تفضل عشان نقرا سوا. أنا أعرف أنك لا تريدين أن تسمعي مني أي مبرر لإجباري
لك على الزواج من رجل في سن والدك. وأعرف أنني تسببت لك بأذى معنوي كبير وجرح لن يندمل بسهولة. وأعرف أنك مررت بتجربة صعبة كلفتك الكثير، لكنني لم أبعك كما تظنين يا ناهي. ما بعك، أنا فقط كنت أخاف عليك وأريد لك حياة كريمة مع شخص لديه من الأموال ما يسعدك. شوفي، كل أب يمكن بفكر بمصلحة بنته بمستقبل بنته براحة. هو فاكر أنه صح بس مش صح. ما هو كان غلطان شيك، بس هو مش عارفه الرجل. كان بيعرفه؟ لا نعرفه ولا نعرف. غلطتي يا ابنتي أنني تسرعت وظننت أن الأموال هي كل شيء، وهذه الغلطة دفعت أنا ثمنها بخسارة لك وبكل ما تعانيه بسببي. شو قلتي؟ خسارة كبيرة. لقد دعوتك إلى هذا البرنامج لكي أقول لك كم أنا أحبك وكم أنا تعيس بسبب بعدك عني. أعترف لك أنني أخطأت، ولكن ليس عن سوء نية، بل كنت أعتقد أنها مصلحتك وراحتك. سامحيني يا حبيبتي، وكفاك جفاء وبعدا، فأنا سأظل أباك الذي يحبك، وأنت ستظلين ابنتي الغالية مدى العمر. المسامح كريم يا حبيبتي. ودمتي. ايه رايك؟ هو مهما كان ابويا، مهما كان ابوك، اكيد يعني عندك نفس المحبه له ولا؟ اكيد هو ابويا برضه. اكيد يعني مفيش حد بيكره ابويا. بس ليش مقاطعتيه؟ ما بتحكي معه كنت؟ وبيجي على البيت ولا مجفتي ولا بتحكي؟ عادي يعني انا اصلا مش في البيت، في البيت كله كده مش لوحده. ممكن اتكلم مع والدتي، ممكن اقول انا خارجه انا جايه، واخويا برضو. بس بصراحه مش بحب اقول ان انا خارجه انا جايه. بحب ابعد عنه عشان ما يشخطش عليا. تتجنبيه يعني؟ شو السبب انك تتجنبيه؟ بيضغط عليكي بامور؟ وبيسقط كتير. شو اخ ابراهيم؟ نعم. احكي لك كلمتين حلوين للبنت، لانه ما بتكرهكش وانت ابوها، وبتقول لك انت زي او انت ابوي دائما يعني. بس احكي لها شيء غير الرساله، تفضل. هي بنت طبعا، انا وانا بكرهاش اصلا. انا علي صوتك. انا بكرهاش، هي بنتي، انا بكرهاش خالص، بس هي اللي متجنبه عني. وانا بحبها، ده بنتي. هو حد بيكره ولده؟ هي بلا سنه مخصمان، بس هي حاسه انك جايب لها واحد عمره 77 سنه المره. بوافقتها برضه، هي الموافقه. ما فهمش عليك. هتزوجها بعد واحد اكبر منها بكتير بالسن ده؟ هي بارادتها. بارادتها. سامع يا ناهد؟ يا ريت يكون بارادتي بعد كده. فاذا ضغط عليك يا ابويا؟ لا، قول له بقى، قول له ما يضغطش عليا بعد كده تاني. طيب احكي، قولي له، واجهي، طلعي فيه، قولي له اللي عايزه تقولي له اياه. قول لك سيبنا اتجوز براحتي المره دي، ولو ما اتجوزتش خالص ايه الحكايه؟ الناس كده كده بتتكلم. ما هو قال انه تزوجي براحتك، هو ما بيتدخلش. وانا بيجي لي عرسان، بس انا مش موافقه حاليا دلوقتي. انا بيجي لي عرسان بس انا مش موافقه. هو بقى يعني عايز يجوزني ثاني. ليش عاوز؟ ليش مستعجل عليها البنت عم ابراهيم؟ ليه؟ وفي واحده بعدها عاوزه تتجوز. بس لانه في واحده؟ ما تنطر الواحده كمان. قديش عمرها الواحده الثانيه؟ اصغر منها. طيب واصغر منها وماله؟ لأنه خايف تعنس في البيت؟ عاوز افرح بها هي الكبيره. ولا اخت اصغر منها متجوزه ومخلفه. ناهد هي البكر؟ لا، الثانية. ناهد هي الأولى، هي في غيرها. في واحدة قبلها. في واحدة قبلها؟ متزوجتها. متجوزة ومخلفة معاها اثنين. واللي بعدي منها متجوزة ومعاها اثنين. أيوه. ودي الوسطانية. دي الوسطانية. ناهد. إيه. وفي واحدة في الثالثة إعدادي. في واحدة في ثالثة إعدادي. طيب الثالثة إعدادي يا سيدي، عمرها كم؟ 14 سنة. بدها تتزوجها عمرها 14 سنة يا زلمة؟ لا، عندنا الفلاحين بيتجوزوا من 16 سنة 17 سنة.
يا أخي أنت تعبان فيها البنت في البيت؟ أنا مش تعبان. وليه مستعجل كده؟ مش عايزة تتزوج؟ إزاي بقى مش عايزة يعني تقعد كده؟ تقعد كده؟ تقعد وماله مش بنتك؟ ماشي يا بنتي بس يعني عايز افرح بيها زي ما فرحت. والتانية الاعدادي تالتة اعدادي 14 سنة يعني عاوز افرح بيها زي ما فرحت بيها. عاوز تزوجها قاصرة يعني؟ شو يا ناهد؟ اصلا بيجي لها ارسال رخر. عم بحكي مظبوط ولا لا؟ اه دافع عنك مظبوط؟ لا هي دي فعلا الحقيقة. هي الحقيقة هي؟ اه. طيب يعني الصغيرة بيجي لها ارسال، انت لسه قاعدة يعني الصغيرة اللي أصغر منك بكم سنة؟ 14 سنة بجيها عرسان. طيب اسمح لنا كمان شوي يعني رؤية على برواء، يعني تتزوج 14 سنة وتتطلق بنت 17 يعني رؤ يعني خليها تكون ناضجة وهي تعرف تختار. صرنا بالعصر 21 هم كلهم بيختاروا، أنا بخصبش على حد. أها طيب كل واحدة بتختار. ما تغصبش، فإذا ما تغصبش على ناهد ما تغصبش على أخت ناهد. سيبك من الموضوع بقى، أنت حبهم أعطيهم عاطفة وخلاص. وأنا بكرههمش والله، بحبهم كلهم. طيب طيب أنتوا بقى شايف أنه ما فيش خلاف قوي، بس هي ممكن لذلك ناهد يعني طلعي فيه قولي له يا بابا أنت بقى أنت بابتي و وأنا مش زعلانة منك. لا أنا مش زعلانة منك، هو المسامح كريم وأنا مسامحك. وقومي تسلمي عليه يلا، بس قولي خليه يفتح الستار لازم تحكي. يفتح أقول له افتح. قولي له قولي له أنا مسامحة وأنا مش زعلانة. أنا مسامحك ومش زعلانة منك، بس مش عايزك برضو تغصب علي بجوازتين. سمعت؟ سمعت برهم؟ سمعت. شو قلت لك؟ ماشي. ها؟ سمعت. وموافق؟ موافق. طيب انتبه، ها نحن حنتابعك. ماشي يلا قولي له مسامح كريم. مسامح كريم. انتوا مثل، انتوا عايزكم مثل لكل اباء وبنات هذا العالم العربي. البنت لازم يكون عندها حريه قرارها، الاهل بيهدوها بيساعدوها بينصحوها الى الخير، بس بالنهايه هي اللي بتقرر، ده حق المراه. انتوا معي ولا لا؟ يلا إذا ما حكينا هيك فإذا بيقولوا مش عم بدافع عن حقوق المرأة، أنا بدافع عن حقوق المرأة وحضل دافع عن حقوق المرأة. يعني مش بس بالنقطة هذه، بكتير من القضايا اللي بتعلق بالمرأة وبحقوقها في هذا المجتمع العربي. على كل حال نحن نلتقي إن شاء الله بقصة